بن عزيز المطيري. شكرا للزميل مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ ونطلب من الله التوفيق والسداد، فهيا لنا يا ربنا من أمرك رشد، أنك قادر على كل شيء قدير. تنطلق على بركة الله تعالى وتوفيقه هذه الانطلاقة لخامس أشواطنا في هذا المساء ضمن فعاليات هذا المهرجان الكبير، المهرجان الكبير الذي جمع هذه الشعارات، شعارات أبناء مجلس التعاون الخليجي في ميدان الشحانية الذي يرحم في هذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. هذه الانطلاقة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، مقدمة الشوط المركز الأول الجزيرة، الجزيرة مع مقدمة الشوط للسيد عويد بن ناصر بن قريان الحمراني الهاجري يتواجد على مقدمة الشوط وانطلاقتي واندفاع الجزيرة في هذا الموقع المتميز. يليها مباشرة المركز الثاني جبارة لسعيد بن مبارك بن ضعيف النابت المري يتواجد في انطلاقة جبارة في ثاني المراكز. المركز الثالث اللي وصلت الذيبة لعبد الله بن مطر بن حمد الشامسي مع المركز الثالث المركز الرابع. الله الله الله، هناك من يصلنا في هذه اللحظات، الذيبة أيضا تواجدها مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الرابع المركز الخامس. المركز الخامس مشاهدين الأعزاء الحذرة لمحمد بن صالح بن محمد بن نصرة العامري. هذه مشاهدين الأعزاء الخمس المراكز الأولى، نداؤنا الأول في هذه اللحظات، نعود وياكم إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، أول تحدياتها وأول منافساتها على المقدمة. هو من البداية الجزيرة محافظة على مركزها المتقدم مشاهدين متابعينا بكل مكان على صدارة الشوط لعويد بن ناصر الحمراني الهاجري يتواجد على مقدمة الشوط في هذا الاندفاع مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء. الأربع كيلومترات هي التي تحتضن هذه المسافة، وقطعنا الكيلوين متر الأولى وما تبقى إلا الكيلوين متر الأخيرة اللي تفصلنا على نهاية الشوط. لا زالت الجزيرة مع مقدمة الشوط لعويد بن ناصر الحمراني الهاجري مع مقدمة الشوط. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا في كل مكان. الله الله الله، الواعية مع المركز الثاني، الواعية تعود ملكيتها لمبارك بن خليفة بن خريده السبوسي، هي من تتواجد مشاهدينا الأعزاء المنافسة للجزيرة في هذا الموقع المتميز ما بين الاثنين في هذا الموقع المتميز والجميل. لكن أرد الذيبة وصلت مع المركز الثالث للسيد عبد الله بن مطر بن حمد الشامسي، تتواجد مع ثالث المراكز. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع، هناك الحذرة لمحمد بن صالح بن محمد بن نصرة العامري مع المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك اللي وصلت في هذه اللحظات، الله يا مياسة، لمفخوت بن حمد بن العود بن سعيد العامري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، هذه الخمسة المراكز الأولى المتألقة، أيضا شعارات ما بعد عن وصولها للمنافسة في هذا التحدي. ولكن لا زالت مشاهدين الأعزاء، لا زالت الجزيرة محافظة على مركزها الكيلومتر الأخير المتبقي على نهاية الشوط. الجزيرة مع مقدمة الشوط لسعد لعويد بن ناصر بن الحمراني الهاجري مع المركز الأول مشاهدين الأعزاء، لا زالت محافظة على مركزها انطلاقة الجزيرة في هذا الموقع المتميز. ولكن الواعية واعية في هذا الشوط، واعية في هذا الحدث الهام وهذا المهرجان، مهرجان المؤسس مشاهدين الأعزاء. إذن المنافسة اشتدت، الحركة اشتدت، المنافسة المعركة
سكت احنا ما بين هذه الشعارات، لكن الواعية الواعية مع مقدمة الشوط، الواعية مع المركز الاول لمبارك بن خليفة بن خريدة. السبوسي تتواجد، ولكن من غير في هذه اللحظات الحذرة، وتحذروا اتحذروا من الحذرة لمحمد بن صالح بن محمد بن نصرة العامري. مشاهدين الاعزاء غيرت في اللحظات الاخيرة، غيرت في اللحظات الاخيرة في هذا الانطلاق مشاهدين الاعزاء، هذه الحذرة التي انطلقت مباشرة من اجل ان تحقق هذا الناموس المتميز. تهانينا مشاهدين الاعزاء لمحمد بن صالح بن محمد بن نصرة العامري على فوز الحذرة في المركز الاول، هذه لحظة وصولها الى خط النهاية. المركز الثاني مواري لحمدان بن صالح بن سعيد بن احمد العامري. المركز الثالث كان من نصيب الواعي المبارك بن خليفة بن خريدة السبوسي. المركز الرابع ذيب لعبد الله بن مطر بن حمد الشمس. المركز الخامس اللي وصلت له مشاهدينا الاعزاء مياسة لمبخوت بن حمد بن عود العامري. تهانينا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، تهانينا والف مبروك للسيد محمد بن صالح بن محمد بن نصر العامري على فوز الحذرة في المركز الاول وحصولها على هذا المركز. التوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء لحظة وصول الحذرة في هذا الشوط، توقيت الزمني 6 دقائق الثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك بفوز الحذرة في المركز الاول حصولها على هذا الشوط لمحمد بن صالح بن محمد بن نصر العامري. المركز الثاني كان من نصيب مواري، قطعت المسافة 6 دقائق 5 ثواني بالوفاء والتمام. تهاني لحمدان بن صالح بن سعيد بن احمد العامري. المركز الثالث وكان من نصيب وصول ايضا مشاهدي الاعزاء الواعية 6 دقائق 5 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لمبارك بن خليفة بن خليفة السبوسي على هذا الإنجاز. تهانينا.